احنا عايزين نعيش الكواليس لحظة بلحظة كده ونقرب من الصورة بشكل أكبر عشان نطمن على فرقتنا هناك في جنوب أفريقيا. خليني سريعا أروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي على الهواء مباشرة وهو مرافق البعثة هناك في جنوب أفريقيا عشان يطمننا على كل ما يتعلق بفريق النادي الأهلي هناك. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك زميلي أمير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من جنوب إفريقيا بالتحديد العاصمة الدبلوماسية بريتوريا مقر إقامة فريق النادي الأهلي واستعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة الإياب أمام فريق سان داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. معاك يا أمير كواليس زي ما أنت عارف فريق النادي الاهلي الطائره متوجها الى جنوب افريقيا في رحله استغرقت 8 ساعات. وصل فريق النادي الاهلي الى عاصمه جوهانسبرغ في تمام الساعه 7 صباحا، ثم استقل الفريق حافله من جوهانسبرغ الى بريتوريا اللي بتبعد عن جوهانسبرغ 65 كيلو. وصل الفريق خلال ساعه الى مقر الاقامه ببريتوريا. كان موجود في استقبال بعثة النادي الأهلي معالي السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية هنا بجنوب أفريقيا، أيضا المسؤولين والمدير الإقليمي لمصر للطيران الأستاذ حسام زكي كان في استقبال بعثة النادي الأهلي. زي ما قلت لك أمير عايزين نطمن كل جماهير النادي الأهلي على كل الأخبار كل الكواليس. من النقاط المهمة جدا يا أمير اللي أنا عايز من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي اللي احنا نشيد، عايز أشيد بمستر موسيماني اللي بيضرب المثل وبيضرب الحب والاحترام للنادي الاهلي، انه كان ايضا موجود في يعني فريق الاهلي وصن داونز الاثنين كان استقلوا نفس الطائره. مستر موسيماني كان موجود ايضا مع مسؤول الجوازات والانهاء والمساعده في انهاء الاجراءات لفريق النادي الاهلي ويساعد في هذا الامر. من النقاط اللي يعني بنتكلم فيها على حاله التقدير والاحترام اللي مبذوله لفريق النادي الاهلي من كل الموجودين من فريق صن داونز من مستر موسيماني ايضا من المسؤول ومسؤول السفارة المصرية والكابتن سمير عادل اللي كان سبق البعثة. منذ دقائق قليلة أمير فريق النادي الأهلي كان أدى المران الأول لي هنا على ملعب بجوار مقر إقامة الفريق من أجل يعني الاستعداد لباقي التمارين في الأيام القادمة. الفريق هيستأنف مرانه إن شاء الله غدا بإذن الله على الملعب اللي النادي الأهلي هيكمل عليه تمارينه ملعب توسوان الكلية التكنولوجية، ثم يعني هستمر النادي الاهلي مرانه يا امير على هذا الملعب حتى يوم الخميس، ثم يوم الجمعه هيكون مران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف احداث اللقاء. برضه يا امير خليني اطمنك النهارده كان تمرين خفيف للعيب النادي الاهلي، مستر فايلر حب ان هو يفك الاجواء شويه مع لعيب النادي الاهلي بعد رحله الطيران الشاقه. طبعا النهارده علي معلول تغيب عن المران لشعور باجهاد في العضله الاماميه، ادى من خلاله جلسه للعلاج الطبيعي في الفندق الاقامه فريق النادي الاهلي. ويعني طمنا الدكتور خالد محمود ان شاء الله انه هيكون موجود في مران الفريق بمشيئه الله غدا باذن الله. عايز اقول لك يا امير ايضا وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كرئيس للبعثه مدي الكثير من الرسائل للعيب النادي الاهلي. استقبال افراد الجاليه والسفاره المصريه للكابتن محمود الخطيب والحفاوه اللي تم استقبال الكابتن الخطيب بيها مديه اكثر من رساله. الصحافه ايضا هنا والاعلام يا امير اتكلم على المباراه وفوز النادي الاهلي على فريق صن داونز بهدفين في مباراه الذهاب. مستر موسيماني كان ليه تصريح النهارده في وسائل الاعلام بجنوب افريقيا عن اللقاء وقال ده هزيمتنا امام النادي الاهلي في وسط هذه الاجواء وفي وسط هذه الجماهير الرائعه اللي انا شفتها من النادي الاهلي. اعتقد رساله شيء كان امر متوقع جدا وانا كنت متوقع هذا الامر في ظل الطفره والحاله اللي بيشهدها فريق النادي الاهلي، لكن انا عندي امل ان انا اكون موجود في اللقاء ولقاء العوده. اللقاء مش هيكون سهل، اعتقد لقاء هيكون صعب، لكن احنا طبعا يا امير بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله تكون رحله موفقه يا امير ونعود ان شاء الله ومعانا تذكره التاهل الى الدور نصف النهائي. انا موجود معاك يا امير لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا عايز اسالك يا فاروق بالتحديد على اجواء الرحله خصوصا ان الفرقتين كانوا مع بعض في طياره واحده، فقول لي التواصل كان ازاي، الكلام كان فيه كلام مثلا ما بين لاعبي صن داونز لاعبي النادي الاهلي، الاجواء كانت عامله ازاي في الطياره يعني.
يعني خليني اقول لك يا امير، هو يعني حاله من الاحترام والتقدير بنشوفها منعكسه من مسؤولي صن داونز لفريق النادي الاهلي، وبالتحديد اللاعبين ومستر موسيماني في علاقه التقدير، ودايما الكلام اللي بنسمعه عن النادي الاهلي وتقديرهم لقيمه النادي الاهلي. ايضا فريق النادي الاهلي الاثنين الفريقين كانوا مع بعض على نفس الطائره زي ما انا قلت لك يا امير. اعتقد الامر ما هو الا مباراه في اطار الروح الرياضيه ما بين الاهلي ومسؤولي وفريق صن داونز. ان شاء الله يا امير تكون مباراه موفقه ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي. لكن زي ما قلت لك الكواليس داخل الطائره يعني تقدر تقول رحله كانت يعني اكثر من رائعه، رحله موفقه للاعبين، او الاحاديث الجانبيه ما بين اللاعبين. خلاص طوينا صفحه مباراه الذهاب 90 دقيقه انتهت، عندنا شوط ثاني مهم جدا امام فريق صن داونز. كل التركيز خلاص لعيبه النادي الاهلي مركزه في هذا اللقاء، عايزين نفرح جماهير النادي الاهلي. كان لنا حديث مع بعض لاعبي النادي الاهلي، اللعيبه كلها بتقول لك يا امير احنا عايزين البطوله، احنا عارفين ان قيمه البطوله عند جماهير النادي الاهلي، والبطوله غايبه كتير عن النادي الاهلي، احنا كلنا تصميم، كلنا عزيمه ان احنا ان شاء الله نحرز هذه البطوله. صفحه مباراه الذهاب يا امير اللعيبه ما بينهم وبين بعض خلاص قفلوا الصفحه. اعتقد ان اللعيبه الاحساس اللي موجود عند اللاعبين من وجود الكابتن محمود الخطيب كرساله قويه جدا، ان انا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود في ظهر اللعيبه، وعايز يوصل للعيبه اكتر من الرساله ان احنا معاكم، احنا في ظهركم، ان احنا كلنا بنعيش نفس الحلم اللي بيحلمه كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله الحلم هيتحقق، وان شاء الله النادي الاهلي هذا الموسم هيتوج بالبطوله الافريقيه بمشيئه الله يا امير. طيب فاروق، درجات الحراره عندك بتتراوح ما بين كام وكام يعني، وبالتحديد يوم المباراه يوم السبت القادم هتبقى درجه الحراره كام؟ هل الامطار ده دليل على ان درجات الحراره بارده شويه، ولا احنا عارفين في افريقيا دايما الجو بيبقى متغير يعني؟ وصف لنا الاجواء هناك بالتحديد فيما يخص المناخ يعني. يعني بقى خليني اقول لك برضو امير ان الامطار استقبلت فريق النادي الاهلي لدى وصوله الى جوهانسبرغ، اعتقد بشره خير ان شاء الله لكل جماهير النادي الاهلي. وفي امطار النهارده يا امير، ودرجه الحراره تتراوح ما بين 16 ل 17 درجه مئويه، لكن زي ما يعني ما تابعنا او سالنا ان ده هيكون اخر يوم ان شاء الله لسقوط او طول الامطار، هيتحسن الجو بدءا من الغد ان شاء الله، يعني خلال هذا الاسبوع لحتى موعد مباراه النادي الاهلي هيكون صوره الجو او درجه الحراره هتكون تتراوح ما بين 22 ل 24 درجة مئوية. لكن بصفة عامة الطقس هنا أكثر من رائع يا أمير، الظروف مهيئة إن شاء الله إن احنا نتابع مباراة كويسة جدا ومباراة موفقة بإذن الله لفريق النادي الأهلي، يقدر من خلالها فريق النادي الأهلي يحقق الانتصار إن شاء الله، ومنه إن شاء الله تذكرة المرور إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كيف كان استقبال الجالية المصرية للنادي الأهلي وتحديد جمهور النادي الأهلي هناك في جوهانسبرغ أو في بريتوريا حتى لما وصلتوا بريتوريا؟ احكي لي يا فاروق. يعني اقول لك يا امير ان يعني كل الجاليه المصريه بدءا من السفير معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا، او مسؤولي السفاره المصريه، او كل ما ينتمي لجمهوريه مصر العربيه، الجميع برفقه النادي الاهلي، برفقه اللاعبين، برفقه المسؤولين لتذليل كل العقبات ومساعده فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي في كل الامور داخل جنوب افريقيا. يعني عايز اقول لك يا امير مش سايبيننا في اي مكان. ايضا من النقاط المهمه جدا يا امير برضو اللي انا عايز يعني اوضحها لك، ان الكابتن محمود الخطيب حرص والاستاذ طارق قنديل على حضور المران الاول لفريق النادي الاهلي، وكان متواجد الكابتن محمود الخطيب وبيآزر ويساند اللاعبين ويتابع الاجواء. كابتن سمير عدلي ودوره المهم جدا مع افراد الجاليه المصريه اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله بمشيئه الله على ملعب لوكاس موريبي. يعني امير برضه اقول لك كواليس الاستاد، الاستاد بيتسع ل 25,000 متفرج. بدا مسؤولي صن داونز في طرح التذاكر من الامس، طرح تذاكر هذه المباراه. ايضا افراد الجاليه المصريه والجاليه العربيه الموجودين هنا بداوا ان شاء الله ان هم بيحضروا ويجهزوا ويجمعوا بعض ان شاء الله يكونوا موجودين في هذا اللقاء. الجميع ان شاء الله يا امير كلنا خلف حلم واحد، كلنا خلف النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الانتصار، تحقيق التذكره، تحقيق الوصول والمرور والعبور الى دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا هذا الموسم بمشيئه الله يا امير. برنامج الفريق يا فاروق اخيرا لحد ميعاد المباراه وبالتحديد بكره، التمرين هيبقى الساعه كام؟ يعني وصف لنا بشكل اكبر كل ما يتعلق بالفريق بخصوص التدريبات قبل المباراه يعني. اخيرا يا امير فريق هيستأنف مرانو غدا على ملعب توس واني اللي هو الكليه التكنولوجيه، هيستأنف مرانو في يعني هيبقى تمام الساعه الرابعه او الخامسه عصرا ان شاء الله عصر اليوم، هتبقى الاول مران للنادي الاهلي على ملعب توس واني اللي هو الملعب اللي النادي الاهلي هيخوض عليه
مارانو حتى موعد مباراة الأهلي وسان داونز اللي هيكون التمرين الرئيسي للنادي الأهلي على ملعب لوكاس موريبا هيكون بمشيئة الله يوم الجمعة. ده السيناريو إن شاء الله، وده البرنامج فريق النادي الأهلي حتى موعد اللقاء يا أمير بمشيئة الله. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله ورحله موفقه، وترجعوا لنا بتذكره التاهل لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. فاروق صلاح زميلنا العزيز مرافق بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا كان معانا على الهواء مباشره من بريتوريا، وكل الاستعدادات اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي بالمناسبه.